طيب خلي بالكم يا جماعه، انا هسال الاستاذ عاطف اهو، بس كمان في يعني هنا فكره انه لو في افكار او نصوص دينيه او علميه او تاريخيه لازم يتم الرجوع لاهل الخبره والاختصاص، يعني علشان ما يبقاش في معرفه خاطئه، يعني ما يبقاش في اخطاء معرفيه يعني. ايوه طبعا. اقول لك على حاجه، كل يوم بنشوف طلقين يا سوسن، بنشوف في منتج فني جمله بيقول فيها طلقيني، ودي جملة تدل على جهل شديد بمسألة العصمة، لأنه حتى لو العصمة مع الزوجة يمكن للزوج يقول لها روحي وانت طالق، لكن هو ما بيقول كده، بيقول على مردود خاطئ للحق بتاع العصمة. فإحنا بنقول هنا ابقى راجع شوية. طب أبسط حاجة، معلش مش هضايقكم يعني، مسلسل رائع اسمه أم كلثوم، في أكتر من كده؟ في سقطة تاريخية مرعبة. وأنا قلت للأستاذ محفوظ عبد الرحمن رحمه الله، قلت له أنت كتبت ليه ان ام كلثوم يوم 9 يونيو لما سمعت خطاب التنحي بتاع الرئيس جمال عبد الناصر راحت نازله في البيزمنت بتاع الفيلا وقعدت حزينه وبتعيط 3 ايام لغايه ما خبطوا عليها وفتحت الباب لان الرئيس جمال عبد الناصر طلبها. في الحقيقه المشهد ده قلت له انت ما كنتش في مصر، لان هي اول ما سمعت خطاب التنحي جريت على شارع الشريفين مع صالح جودت مع رياض السنباطي، قالت لهم اكتبوا لي حالا شعر اغنيه عشان اقول له ابقى. في اغنيه اسمها اغنيه اليوم الواحد بتقول له قم واسمعها من اعماقي فانا الشعب، غنتها الساعه 7، هو قال خطابه 5 غنتها 7، وهو قال لنا الساعه 9 ان هو رجع. فما اتغنتش تاني يوم. لما انا اسقط يعني وقعه تاريخيه، مش في مسلسلات تاريخيه، بعض المراجعه مهم، مراجعه لبعض المعرفه فما يقولهاش طلقين يا سوسن، وبعض المراجعه مهمه ما ينكرش حادثه تاريخيه لانه ما كانش شافها، ده اللي اقصده. يعني دي مسلمات يعني، مش محتاجه نحطها. هو الراجل كان مبدع، كان مؤلف. تخيل الست العاشقه دي المحبه للرمز زعيم عبد الناصر، أيوة. بعد ما سمعت خطابه، هو لم يذكر في المسلسل انه ام كلثوم ما غنتش غنوه، عشان حضرتك بتقولي في مغالطه، هو أيوة. ما قالش في المسلسل، هو ما قالكيش ان هي ما غنتش، انما هو في لحظه يعني الدراما كدراما ان البني ادمه دي يا ترى دلوقتي هتطلع الدراما يختلف عن لا هو قال لي انا تخيل ان هي قاعده لوحدها، قال لي انا كنت في الكويت وما شفتش. هو لو خطا، حتى لو خطا تاريخي هو ده وارد طبعا، يعني مش خطا تاريخي. انا مش ضد، مش احنا بنساعد ده تصريح. الاختلاف بس يمكن الوحيد اللي بيننا انه اتفضل، اعمال فيها ممكن يبقى فيها اخطاء دراميه، ممكن يبقى فيها اخطاء تاريخيه ماشي. علميه طيب، اخطاء في السيناريو، اخطاء في الرؤيه الاجتماعيه، مفيش مانع في التحليل الاجتماعي، كل ده وارد كويس. لكن انا الفرق بس او الاختلاف اللي بيننا ان ده شغلتنا احنا كدارسين وباحثين ونقاد، ان احنا نشرح ونحلل هذه الاعمال ونقوم بوظيفتنا العلميه جميل. كنقاد وكباحثين عداك العين، ان احنا ننشر ده للناس فالناس تتعلم منه فتدريجيا ترتفع الثقافه طبعا. ولكن ليس بهذا الجو البوليسي أيوة. اللي سايد دلوقتي هيحولنا العسكري على جو بوليسي.